مساء الخير لكل السادة المشاهدين، مشاهدين برنامج الناس والبرلمان. كل مرة بقول لكم وحشتوني، المرة دي أنا اللي هوحشكم، لأن النهاردة آخر حلقة قبل الصمت الانتخابي. هقابلكم إن شاء الله بعد كده، بعد الانتخابات، بعد انتخابات المرحلة الثانية من الدائرة الأولى من محافظة القليوبية بنها وكفر شكر. أحب أستكمل المسيرة بعد كده للأعضاء المنتخبين واللي ربنا قدرهم على تحمل المسؤولية القادمة، وهنتابعهم ومش هنسيبهم، وهنقف معاهم ونساعدهم وكمان ننتقدهم. نكمل مع بعض واحنا بنسبح في مراكز كفر شكر ومراكز بنها. هنتكلم اولا على تقرير بيعده لنا وبيجهزه لنا فريق الاعداد اللي بحب اشكره. بحب اشكر فريق العمل، رئيس التحرير والمخرج وكل مجموعه العمل في قناه الصحه والجمال وبرنامج الناس والبرلمان. تقرير من قريه مرصفه، النهارده هنتكلم على قريه مرصفه وقريه جمجره. قريه مرصفه قريه جميله جدا، وقريه تبع مركز من مراكز، هي تعتبر مركز من مراكز بنها. ياريت لو فريق الاعداد مجهز لنا تقرير مرصفة، ياريت نخرج للفاصل. مشاكل قرية جمجرة الجديدة مركز بنها مشاكل كثيرة، منها الصرف الصحي. الصرف الصحي انتهى عمله منذ حوالي عامين، إلا أن في بعض الأعطال الفنية التي قامت بها شركة المقاولين العرب عثمان أحمد عثمان البيارة الرئيسية في قرية جمجرة الجديدة أمام منزل المواطن رضا عبد البديع وعصام عز. البيارة الرئيسية اللي هي في وسط الطريق مسدودة، واللي سدها المختصين بشركة المقاولين العرب، وعملوا بدلا منها بيارتين بجوار الترع سنيت بجمجرة الجديدة، إلا أن البيارتين لا تصلحان. احنا طالبين هنا كأهل جمجرة الجديدة من وزارة الإسكان، سيد وزير الإسكان ومديرة الإسكان وجهاز مشروعات الصرف الصحي بالقليوبية وجميع المسؤولين، عمل بيارة جديدة وسط الطريق أو تسليك البيارة الأساسية. المشكلة الثانية في جمجرة الجديدة، وهي أن الوحدة المحلية بجمجرة مفروض اللي هي تتعاقد مع إحدى شركات النظافة الخاصة، فما فيش شركة نظافة مسؤولة عن رفع الكمامة اليومية من قرية جمجرة الجديدة. الموجود 5 6 عمال تبع شركة بركة للمياه المعدنية. عايزين برضو الكمامة اللي هي المتراكمة حول الوحدة المحلية بجمجرة أو الوحدة الصحية، لأن دي ناس راحة علشان تستشفى من الوحدة الصحية، ما لقيش كمامة مرمية قدام الوحدة الصحية. نمرة 3 في المشكلة تهريج المية، عملية مياه جمجرة الجديدة وهي المشكلة الكبرى. مصنع مياه للمياه المعدنية بركة ساحب خط من عملية مياه جمجرة الجديدة، لأن مصنع بركة للمياه المعدنية موجود في كفر 40 المجاورة لجمجرة الجديدة. الخط دي أثر على صلاحية مياه الشرب اللي هي بيستفاد منها أهل جمجرة الجديدة. أهل جمجرة الجديدة هي القرية التي بها مقر الوحدة المحلية بجمجرة، هي القرية الأم، هي القرية الأكثر سكانا. فإحنا عايزين بير جديد لجمجرة. طلبتوا بالحاجات دي كلها وقدمتوا مشاكل ولا؟ قدمت ولم يتم تفعيلها. عايزين بير جديد وأسون جديد يكون على مسافة 300 متر من قاع الأرض.
عشان يطلع لنا مياه نستخدمها في مياه الشرب. الناس معتمد على الفلاتر اللي هي الموجودة، ومعتمد على يشتروا مياه من مصنع الأزايز بتاع المياه البركة المعدنية، والناس محدودة الدخل في قرية جمجرة الجديدة. ماشي يا باشا. وأنا أشكر القناة، وفي مشكلتين تاني اتكلم عليهم الأستاذ أيمن سالم. احنا عندنا مشكله الوقت مكتب بريد جمجره، المكتب البريد لخدمه الناس اللي هي المسنه اللي هي بتقبض معاشات. النهارده تم نقله عزبه زكي، والناس الوقت دي ارهاق للناس، فاحنا بنطالب الدكتور محمد يحل لنا مشكله مكتب بريد جمجره. بس في مشاكل في جمجره، في قريه جمجره الجديده، وانا عصام عبد المعز محمد، انا بطالب المسؤولين بمطافي واسعاف، والمقر بتاعها موجود، ويا ريت توصلوا لنا لهذا الكلام. المقر بتاعها في الوحدة الصحية بجمجرة الجديدة، وفي مشاكل تانية في الوحدة الصحية، مطالب ان فيها نبطشيات لازم يوجد بيها دكتور نبطشي، عشان لو حد انصاب في اي وقت بدل ما يلاقيش مكان يروح بيه بنها، فالصحة موجودة بجمجرة، بقرية جمجرة الجديدة. فاحنا بنطالب، عاوزين نبطشي، دكتور نبطشي في هذا الوحدة. بس دكتور فيها عبارة عن شغال 16 دكتور في هذا الوحدة، فاحنا بنطالب ان نبطشيات لدكاترة في هذا الوحدة. وقبل كده خطبنا انا والاستاذ جمال خليل مديرية الشؤون الصحية، ولم يرد علينا بهذا الوضع. بس في بعض السلبيات في قرية جمجرة اللي اتكلموا فيها الحاج جمال والاستاذ ايمن والاستاذ عصام، لكن في مشكله برضو خطيره جدا اللي هي وراء عمليه الميه بتاع جمجرة الجديده. في صرف مغطى، ده عربيه باين تقيله كانت ماشيه كسرته بكتر كبير. احنا الاهالي في الموقع اللي فيه المشكله ده، سدينا الحته القطع اللي اتكسرت ديت بكرتونه بعدايه وحبه حجاره كده. احنا بنناشد المسؤولين ورئيس الوحده المحليه والمحافظه بانهم يتصرفوا، لان الحته ديت مكتظه بالاطفال الصغار وكده وكده، ممكن طفل لو وقع ده مش هنلاقيه تاني، وهتبقى مشكله كبيره في القريه. والله احنا كلمنا رئيس الوحده المحليه وما ردش علينا بحاجه، وبرضه اتصلنا على المحافظه برضه، ما حدش قال هنيجي ونشوف المشكله ايه، وما حدش تفاعل معانا ولا شاف المشكله دي. وبرضه بنأيد بعض المشكله ان القريه كتير ونسبه السكان فيها عاليه، اسعاف او عربيه مطاف برضه تخدم القريه وتخدم القرى اللي حوالينا، لان القريه دي تعتبر يعني نقول ايه ام القرى. فلو وفرنا عربيه اسعاف ونقطه مطاف هنا ومكانها موجود زي ما الاستاذ عصام قال، يبقى دي شيء كويس جدا، ونشكركم كلكم. مرخص المشاكل بتاع قريه جمجره الجديده، الوحده الصحيه فيها 16 طبيب يتواجد فيها الاستقبال للمواطنين بعد مواعيد العمل الرسميه، تكون هناك اسعافات اوليه، دي غير متواجدين نهائي. مقر اسعاف جديد، مقر اسعاف موجود في الحوش اللي هو بتاع الوحده الصحيه بجمجره الجديد. مكان المطافي برضو ايضا متواجد خلف الوحده المحليه، يعني الاماكن دي موجوده. بقى لحضرتك اطلب رد الشيء لاصله لشارع دير النحله بجمجره الجديده بعمليات الرصف وشارع المضيفه. دول لما عمليه المجاري بدات بالقريه، في اتفاقيه او في اتفاق او في محضر مشترك بين جميع الاجهزه برد الشيء الاصلي. اطلب من مديريه الطرق ببنا اعاده الشيء الاصلي، اطلب من شركه المقاولين العرب اعاده الشيء الاصلي في عمليه الرصف، مع رصف طريق بركه الرمل لاستغلاله كسوق للقريه، حيث لا يوجد مكان الا هذا الطريق في القريه. في مشاكل ثانيه اللي هي موجوده، مدرسه جمجره الجديده الابتدائيه. مدرسة جمجرة الجديدة عيلة للسقوط، ولا يوجد مدرسة غيرها بقرية جمجرة الجديدة. طلع لها قرار إزالة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية. عايزين التنفيذ، لأن ما نستناش لحد من المدرسة تقع على التلاميذ ولا تقع على الطلبة.
وأنا في النهاية هو دي كلها مشاكل قرية جمجرة الجديدة، وأهمها موضوع عملية المية، عملونا عملية مية جديدة، وأطلب من مصنع بركة للمياه المعدنية. أنت مصنع قطاع خاص وجيت عملت شركتك هنا في جمجرة وكفر البعيد، أين خدمات شركة بركة للمياه المعدنية لقرية جمجرة الجديدة؟ الطرق اتكسرت بسبب شركة مية المياه المعدنية لجمجرة الجديدة. عايزين عملية تجميل لقرية جمجرة الجديدة. الكوبري الوحيد اللي احنا بنفوت عليه في قرية جمجرة الجديدة ويسمى كوبري هويس قرية جمجرة الجديدة تم تكسيره من عربيات شركة المياه المعدنية. المياه المعدنية جاي يقول انا بعمل لكم الترعة التجميل. لا، الموضوع مش موضوع الترعة ولا موضوع صرف. اعمل كوبري لنفسك، لنفسك عربياتك تمشي عليه بعيدا عن سيارات المواطنين وبعيدا عن مرور الاهالي بهذا الكوبري. بهذه الكوبري شركه المياه المعدنيه بركه اللي هي نستلة بتكسب. اعملي كوبري ليه خصوص، اعمل لك طريق من اول كفر 40 من قدام المصنع على المنصل يطلع على طول يروح على الطريق سريع. ابعد عن السكان عربيات شركة مياه المياه المعدنية بتهدد الناس كلهم بالموت. أهل جمجرة الجديدة اللي هي بيها 40,000 نسمة أطفالها مهددين بالموت من السيارات النقل الخاصة بشركة المياه المعدنية. وأنا سكرتير أمين عام حزب الوفد ببنها بشكر الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن، بشكر قناة صحة وجمال. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وبعد التقرير عن قرية جمجرة ومشاكلها، وفعلا اتكلموا باستفاضة، ومن هنا بنناشد كل المسؤولين اللي جه اسمهم في التقرير. مسؤول شركة المياه المعدنية المحترم، المسؤولين عن شركة بركة، بحب أحييهم وبحب أقول لهم الشكر، بس بحب أقول لهم لو سمحتم اهتموا بقرية جمجرة، اهتموا بالمكان اللي انتم موجودين فيه أكتر، اعملوا لهم كوبري فعلا يقدروا يعدوا عليه، اهتموا بالسيارات وبسواقينها اللي بيتحركوا فيها. أحب أشكر السيد محافظ القليوبية وأقول له هو والمسؤول عن الطرق والكباري، وهو والمسؤول عن وكيل وزارة الصحة اللي فعلا في أخطاء كتيرة في وزارة الصحة الفترة اللي فاتت في المديرية الصحة في القليوبية. الوزيرة بتتعب والمسؤولين والمستشارين والمساعدين بتوعها بيتعبوا فعلا، فلازم يبقى كل مدير مسؤول عن مديريته في كل محافظة لازم يعاون المسؤولين الكبار، لازم يساعدهم. وجه تحية للسيد محافظ القليوبية، بصفتك أنت رئيس مجلس إدارة المحافظة، أنت كبير المحافظة، أنت من ائتمنك السيد رئيس الجمهورية على هذه المحافظة أن تهتم أكتر بمشاكل جمجرة ومشاكل مرصفة اللي هنبتدي نعرض تقريرها دلوقتي. ياريت زمايلنا في الإعداد يعرضوا لنا تقرير قرية مرصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا في قرية مرصفة بنها اليوبية بعض المشاكل، منها مثلا محطة، منها ماكينة صرف البنك الأهلي وماكينة صرف البنك الأهلي، وعم الحاج عبد الهادي هيلقي الضوء عليه. بسم الله الرحيم. شكرا للمحطة وقناة الجمال، الصحة والجمال، وشكرا لحضراتكم
في البنك الأهلي كان جه وتعاقد معانا على تركيب ماكينة صرافة صرف آلي، والعقد يوم 8/3 وهو موجود هو 8/3/2020. رجاء ان انتوا تتابعوا الفرع بتاعه مدينة نصر اسمه قطاع القنوات البديلة، وعمل تعاقد ومختوم من الوحدة المحلية ومتعين المكان. رجاء ان تابعوا لنا الموضوع ده عشان يحل مشكلة المعاشات والمرتبات وكذا. اتفضل. عندنا بعد كده محطة مياه الشرب. محطة مياه الشرب تمت بتكلفة عالية جدا، والمياه بتاعتها ما زالت غير صالحة للشرب يعني، فعم الحاج برضه ينوع عن. بسم الله الرحمن الرحيم. محطة مية الشرب افتتحت يوم 26/8/2020 بحضور المحافظ وجميع القيادات والجهاز التنفيذي والشركة المنفذة. كلفت حوالي 26 مليون جنيه. وبعدين المشكلة المية بتوصل للمستهلك للمواطنين سيئة جدا بسبب وجوء الشبكة غير ما فيهاش يعني مش نظيفة، وفيها تراكمات وآثار. فالمطلوب تركيب، لان ما فيش منافذ حوالين القريه ترمي عليها الميه، فيوم بنعمل فيه غسيل يوم 2 و12 و22 مطلوب تركيب محابس تنفتح اثناء الايام الثلاثه دول على الصرف الصحي اللي هو موجود حاليا. عندنا بعد كده نقطه شرطه مرصفه، والقريه بصفتها انها قريه كبيره وتعداد سكانها، وعايزين يعني الحيز بتاع النقطة كبير، فمطلوب تجديدها وترميمها، فبرضو سيعمل حاجة عبد الهادي هينوع على النقطة. بالنسبة لنقطة شرطة مرصفة طالع بقى قرار إزالة سنة 2017 بالرقم القرار 283. قرار ده إزالة مطلوب تفعيله، لأن المكان ده مرصفة تعداد 84,292 نسمة مؤهلة تبقى مدينة فيها الشروط العشرة، وهنسلمها لحضراتكم دلوقتي. الصوره اللي بتاعتك هنا مكتب بريد سيء جدا، غرفه وفي نفس الوقت في تطاحن موجود اثناء صرف المرتبات والمعاشات، واختلاط الاولاد والبنات والحريم والرجاله وكذا وكذا. وفي الدور الثاني احنا اقترحنا ونفذنا بالفعل في 100 متر داخل الوحده المحليه في كردون، وخدنا موافقه من 2017 لهيئه البريد، وفي نفس الوقت الجهات المعنية المحافظة ومجلس المدينة وكذا، وراح الجوابات لإصدار القرار من مجلس الوزراء للعرض على رئيس وزير التنمية المحلية، العرض على مجلس الوزراء من 2017 والجوابات موجودة. في زيها برضو نفس المشكلة في عندنا مدرسة تجريبي على مساحة 1137 متر، برضو في نفس الميعاد خدت موافقة من هيئة الأبنية، وخدت موافقة من الجهات المعنية بالمحليات، وبرضه راحت بتاع الأوراق والملفات كلها لوزير التنمية المحلية للعرض على وزير على رئيس الوزراء لإصدار القرار، وكذلك مدرسة ورجعنا لكم بعد الفاصل وبعد تقرير لقرية مرصفة اللي بإذن الله هنستكمله ونستكمل الصور بعد صمت الانتخابي. وبمناسبة ان احنا داخلين على الصمت الانتخابي، احب اوجه رسالة هي ثلاث رسائل لاهل دائرة بنها وكفر شكر. ابتديها الاول ان انا احمد ربنا سبحانه وتعالى ان انا موجود معاكم، وان انا فعلا عايز اكون ليا دور معاكم. الحمد لله الذي اراد فقدر وملك فقهر وخلق وامر، وعبد سبحانه وتعالى فأثاب وشكر، وعصي عز وجل فعذب وغفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء خضع لعزته وعظمته وقدرته وسلطانه وملكوته، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، علم البشرية ما لم تكن تعلم وكان أميا، صدق من سماه الرؤوف الرحيم، صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وأصحابك والسائرين على نهجك بإحسان. أما بعد فرسالة لأهل بنها وكفر شكر عامة. الرسالة الأولى، ما تنتخبش وانت بتنتخب، ما تنتخبش اللي عمل دعاية كتير قوي وصرف كتير وعمل إذاعة وإعلانات وأغاني، عمل أغاني وصلت ان هم بقوا يعملوا اغاني لنفسهم يمجدوا بيها نفسهم ودورهم. يعني انا ما عملتش اغاني،
انا نازل عن دايره بنا وكفر الشوك ما عملتش اغاني، مع ان انا اعد ان انا شاعر ورسام يعني. هل مش هقدر اكتب اغنيه وكلماتها؟ فانا براعي المريض، انا براعي اللي طول اليوم سامع والناس فاكره ان بكده انت عملت دعايه لنفسك. الدعايه لنفسك لازم الناس تشوفها باعمالك او تشوفها في عينيك وفي قلبك. الناس بتحس دلوقتي بالقلوب، الناس بتحس دلوقتي. ما تنتخبش اللي يدفع لك فلوس لانه اكيد هياخدها منك بعد البرلمان، لو نجح هيرجعها تاني، هيرجعها تاني باي اسلوب ملتوي. انتخب العلم، كورونا اثبتت ان العلم هو الوحيد اللي يقدر يقف مع البلد ومع الدولة. انتخب اللي يفكر في مشاكلك ويحاول يبدع ويخرج برا الصندوق. احنا عاملين بنك افكار شباب خاص مع بنك افكار شباب بالتعاون مع الاتحاد العربي لجامعة الدول العربية، هيطلع كل مبدع ومبتكر، هيخلي كل بلد تقف تصلي وتدعي ربنا وتقول يا رب يطلع من عندنا مبدع ومبتكر، لانه هو اللي هيصرف على البنية التحتية بتاعت بلدنا. مشاكل كل الكرة معظمها بنية تحتية، والدولة فعلا الميزانية ساعات لا تسمح وما بيبقى غصب عن الدولة. فلازم نقف ونساعد الدولة بمبدع ومبتكر يتم تسويق اختراعه وابتكاره. وانت بتنتخب راعي ربنا في صوتك، صوتك أمانة. دور على العلم وعلى العمل، دور على الرمز اللي يبقى معاك ويساعدك. ورسالة لكل قرية أنا لفتها في مراكز بنها وكفر شكر، أنا بقول لكم لو أنتم مش مصدقين أنا معاكم، إذا نجحت هتبقوا معايا إيدي في إيديكم. ههتم بالمعلمين، ههتم بالمعلم اللي تعبان وطالع عينيه فعلا بيقبض مرتب لا يكاد أن يكفيه. المعلم، الطبيب ما كناش مهتمين بيه، عرفنا أهمية الطبيب في الفترة اللي فاتت. المعلم وأصحاب المعاشات ايدي في ايديكم وايدي في ايد كل واحد عايز يخدم البلد. وبحب اوجه رساله لاهلي وللناس اللي انا زرتهم، بقول لكم انا جاي لكم حتى لو لا قدر الله خسرت، انا جاي لكم واقسم بكده على الهوى زي ما وعدتكم وانتم ما كنتوش مصدقين، انا هرجع لكم تاني وهحاول احل مشاكلكم وهكون معاكم، بس جهزوا لنا الغدا بقى المره الجايه. احب اوجه رساله لكل واحد هينجح في الانتخابات اللي جايه، اتقي الله في أهل دايرتك، اتقي الله في أهل دايرتك، اتقي الله في اللي انت اللي ربنا ادالك أمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أنا بحاول إن أنا أدخل لأني أنا من الإنسان اللي ربنا قال عليه الكلام ده، بس أنا بحاول إن أنا ما أكونش ظلوما جهولا، ودي أمانة وده عهد بيني وبينكم. اي حد هينجح، التلاتة اللي هينجحوا بتختار تلاتة عندنا في الدايرة، لازم علشان صوتك يبقى صحيح اختار تلاتة وقايمة. انا بقول لك وانت بتختار اللي هينجح بعد كده يعرف ان دي امانة، ويعرف ان اهم حاجة يعرف قوله سبحانه وتعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. احب احيي كل متابعين برنامج الناس والبرلمان واقول لكم استنونا بعد كده، لاني هبقى معاكم وانتوا بتنتخبوا لاهل الدايره. انتخبوا رمز الراديو رقم 27 في الكشف، الرقم ده انا بتفائل بيه وبحبه، وان شاء الله يكون وش الخير على اهل بينها وكفر شكر. انا بقول لكم كلكم هتوحشوني، هرجع لكم بعد الصمت الانتخابي، لان البرنامج ده مستمر، هيتابع اعضاء مجلس الشعب وشغلهم ودورهم، لانه برنامج الناس والبرلمان.